السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. علوم الحياة والأرض الثالثة إعدادي الوحدة الخامسة التربية الغذائية الدرس الثالث الفقرات الغذائية. ينتج عن نقص أو سوء التغذية أمراض تسمى الفقرات الغذائية، لنتعرف على بعض هذه الفقرات الغذائية أسبابها وأعراضها. الفقرة الأولى وهي الكوشيركور كما نلاحظ يصيب الأطفال، إذا أهم أعراضه أوديم الأطراف والوجه، شعر جاف متساقط، جروح جلدية، انخفاض حجم النسيج العضلي. الأسباب: ينتج الكوشيركور عن نقص البروتينات خصوصا ذات مصدر الحيواني، لأن يعني البروتينات المصدر الحيواني توفر للجسم جميع أنواع الأحماض الأمينية الضرورية التسع. تابع فقط الثانية وهي الكساح الذي يصيب الأطفال كما نلاحظ، أهم أعراض التشوهات في العظام، تقوس الساقين إما في اتجاه خارجي كما تبين هذه الصورة أو في اتجاه داخلي، انتفاخ رؤوس العظام، تضخم في الجمجمة ثم انتفاخ البطن. ينتج الكساح أو أسباب الكساح ونقص فيتامين دي، وفيتامين دي لها دور مهم جدا بحيث هي التي تعمل على تثبيت أملاح الكالسيوم على العظام، وبطبيعة الحال الأملاح المعدنية أو الأملاح الكالسيوم على الخصوص هي المسؤولة عن صلابة العظام. إذا بدون فيتامين دي لن يكون هناك تثبيت لأملاح الكالسيوم على العظام، وبالتالي ستصبح العظام رخوة إذا صح التعبير. فقط الثالثة التدرق، الأعراض: انتفاخ الغدة الدرقية كما تبين الصورة، خلل في نمو العظام الطويلة، اضطرابات عصبية، جحود العينين. الأسباب هو نقص أملاح اليود. الفقرة الموالية داء الحفر ما يسمى السكوربيت باللغة الأجنبية، إذا الأعراض: التهاب اللثة كما تبينه الصورة، التهاب المخاطيات، نزيف على مستوى الفم والحفر الأنفية، سقوط الأسنان وتأخر في اندمال الجروح. الأسباب هو نقص فيتامين سي. الفقرة الموالية فقر الدم، إذا الأعراض كما نلاحظ هناك تعب عندما يبذل الإنسان أدنى مجهود عضلي، اصفرار على مستوى الجلد، اصفرار كذلك على مستوى العينين، نقص في الخضاب الدموي، نقص في أعداد الكريات الحمراء. بطبيعة الحال نقص في الخضاب الدموي ونقص في أعداد الكريات الحمراء لا يمكن أن نبينه إلا بعد تحليل الدم. الأسباب: نقص في أملاح الحديد الضروري لتكون الخضاب الدموي والذي يدخل في تركيب الكريات الحمراء. إذن فقر الدم ينتج عن نقص في الخضاب الدموي كما أشرنا، والذي يدخل في تركيب الكريات نقص في أملاح الحديد الضروري لتكون الخضاب الدموي الذي بدوره يدخل في تركيب الكريات الحمراء. متابع الفقرة الموالية البيريبيري، هذه الفقرة الغذائية أهم أعراض شلل الطرفين السفليين، الأسباب هو نقص فيتامين بي. ثم الهزال الاقتياتي كما تبين الصورة، الطفل يعاني من هزال شديد، تشعد على مستوى الجلد، بطبيعة الحال ظهور الضلوع كما نلاحظ، تضخم الجمجمة إذا صح التعبير. إذا الأسباب هو نقص في جميع أنواع الأغذية، الأغذية الطاقية، الأغذية البنائية والأغذية الوقائية. تمرين للتأكد من تعلماتك، صل بسهم كل فقرة غذائية بسببها، إذا داء الحفر سببه كما أشرنا وهو نقص فيتامين سي. الكساح اعتذر أعيد، إذا نقص فيتامين سي داء الحفر. بالنسبة للكساح ينتج عن نقص فيتامين دي. ثم التدرق أشرنا نقص أملاح اليود، نعم. بالنسبة للبيريبيري نقص فيتامين بي. بالنسبة للكوشيركور نقص في البروتينات. ثم بالنسبة لفقر الدم نقص في أملاح الحديد. أعيد، نعم أعتذر، نقص في أملاح الحديد. شكرا على انتباهكم، ولدرس قادم إن شاء الله.